أكيد نحن رجعنا لحتى نتابع مشوارنا الصباحي لليوم. طبعا هلأ وصلنا لفقرتنا الحوارية الثالثة اللي رح تكون معنا فيها موهبة شابة صغيرة بالعمر ولكن أكيد كبيرة بالإنجاز. رح تكون معنا الطالبة رغد صخير. يعطيكي ألف عافية رغد. الله يعافيك، صباح يعطيك الخيرات. سعد صباحك. سعد صباحك رغد، أهلا وسهلا فيكي. بدايه نحكي عن موهبتك، موهبة الشعر. أنت بلشتي، أنت اكتشفتي حالك حتى؟ هلا حقيقة أنا كانت الكتابة إنه عادي ملازمتني أكثر من كونها موهبة أو مثلا هواية. كانت فيني إنه من الصغر عادي إنه لازم أكتب دائما. بلشت مع الكتابة قبل الشعر، يعني الكتابة شيء والشعر شيء. بديت من مسرحية أطفال كانت بتحكي عن وضع البلد والأزمة السورية اللي كانت أيامها بأشد فتراتها، ولاقت هيدي المسرحية صدى كتير كبير من رفاقي وأهلي وجيران. كل شيء قرأ المسرحية شجعني إني كفي ولازم ضل أكتب، ومن وقتها بلشت مسيرة الكتابة. يعني بلشتي بشيء له خلينا نقول صدى وقيمة، كتير يعني ما بلشنا يمكن بأشياء خفيفة فورا. كانت كتير حلوة يعني جد. أنا هلا بعتبرها يعني الواحد لما بيطلع على كتاباته ولورا بيقول إنه مثلا مو حلوة، لا أنا كتير بحبها لحد. عن شو كانت بتحكي؟ عم بقول لك عن وضع البلد والأزمة السورية بس طريقة هيك فكاهية طفولية، يعني كنت كتير صغيرة مثل ما كنت شايفة الحرب هيك وثقتها بمسرحية. قد كان عمرك وقت رغد؟ 8 سنين، كنت صف ثالث ابتدائي. كتبتيها أنت لهيدي المسرحية اللي حكت أزمة، خلينا نقول حكت وضع بلد، تمثلت عن مسرح طفل مسرح مدرسي؟ تمثلت بجمعية أسرة الإخاء السورية. كان في مقر للجمعية قريب على منطقتنا. حلو. وهونيك تمثلت، كان في فعالية وأخذوها ومثلوها وكتير تصدق. كيف شفتي هيك حالك انك عمرك 8 سنين انت كاتبه لنص، كاتبه لمسرحيه واطفال عم بيمثلوا؟ كيف كان شعورك وقتها؟ يعني ما في احلى من هيك، بس كثير اجى على بالي ضل اكتب مسرحيات وهيك، مع انه كانت اول واخر مسرحيه كتبتها، بعدين اتجهت لاتجاهات ثانيه تماما غير المسرحيات، وتضل التجربه عن جد بحسها هاي التجربه المسرحيه مميزه ومستحيل تنعاد، كثير بحبها. لا اكيد ان شاء الله يا رب بتنعاد مع الايام. مع المسرحيات قصدي، لانه صار هلا الشعر وهيك احلى، شكرا احلى. أكيد بتمنى لك توفيق بكل شيء. هذا الموضوع بحاجة لتنمية، بحاجة لقراءة، بحاجة لكم مفردات ومعلومات كتير كبيرة تكون عند الشخص لحتى يقدر يعبر بالشكل الصحيح. خلينا نحكي عن هيدا الفترة، كيف نميتي موهبتك فيها، كيف زدتي اطلاعك على هيدا القصص؟ هلا كمان أنا كان حب الكتابة لأنه كنت أقرأ كتير، يعني عطول من صغري مجلات جرايد أي شيء بشوف قدامي أقرأه، ولازم دائما لازم شوف شيء، حتى القارمات بالشارع أو أي شيء دائما لازم أقرأ كل شيء بشوفه. فبرأيي هاي القراءة إنه شيء رئيسي لحتى الواحد ينمي حاله بالكتابة. وكمان دائما يتقبل النقد البناء، كتير صحيح. في ناس ما بتتقبل نقد، لا لازم كتير الواحد يسمع آراء، خصوصي الناس اللي عندهم خبرة بهالمجال، المجال كتير واسع وكتير بحاجة خبرة وكتير بحاجة تدقيق وبحاجة الواحد قد ما عرف فيه بحس حاله لسه لازم يعرف. لسه بدنا رغد عم تحكي عن القراءة، طفلة بعمر 8 سنين عم تكتب مسرحية، كنتي عم تقرأي من أنت وصغيرة، عمرك 6 سنين و7 سنين، فأكيد في هذا. إحنا الأطفال هلأ عم نشوفهم للأسف متجهين باتجاه الكمبيوتر او ما الكمبيوتر قصدي الموبايل، وسائل التواصل الاجتماعي بطريقه غلط. طبعاً. اكيد كان في دور للاهل هون كثير، كيف تعاملوا اهلك معك بهيدي الفتره؟ حتى اكيد توجيه الاهل اكيد رح يكون لهم دور كثير كبير، انه رغد ري احسن ما انه تضيعي وقتك على السوشيال ميديا مثلا. تماما. هلا ماما انا بتقرا كثير، وهذا الشيء يعني الفضل لها، هي بتقرا كثير كانت، وبابا بيقرا كمان، الكل بيقرا عنا بالبيت، فانا كثير احب اقرا مثلهم. ودور الاهل يعني اهلي، انا وقتها كمان وقت كنت صغيره كان عندي ميول ثانيه غير الكتابه، مثلا سباحه، رسم. حلو. وما توقعوني مثلا استقر على موهبه الكتابه وهيك، كانوا داعميني بكل شيء كنت لاقي في حالي فيه نشاطات وهيك، بس لما استقريت على الكتابه ومجال الكتابه هون كان الدعم الاكبر، وكثير انبسطوا بانه كتابي بالذات اني استقريت عليها. كثير حلو. يمكن هي الموهبه كمان العلاقه علا. طبعا دائما لازم يكون في شخص عنده هيدي القصص، الموهبه تكون موجوده لحتى يبلش باي شيء ممكن ينجح فيه. خلينا نسمع شيء. يلا تفضل. خاطرة بعنوان من غيرك أغدو بقايا إنسان. بس بدك تعلي صوتك شوي كأن. تجرات خمر عينيك حتى الثمالة، قد بت عن سواها كثيفة لا أبصر. يا رجلا قشر أنوثتي من تغطرسها كما لو يقشر برتقالة. بالله عليك، بالله عليك كيف الآن أنسى هواك
بعد الهوى والبين والردى، كيف أقنع لبي أن غيوم عشقك لن تمطر بعد اليوم فوق أرضه؟ كيف أقنع الكون أني تجاوزتك؟ وآهن، كيف أمنع حواسي من أن تشي بهذا الأمر؟ وجنتاي اللتان تغدوان بلون الدفلة فور أن يتلفظ باسمك أحد من العباد، وأذناي اللتان يطربهما صوتك كموال عريق أو لحن انتلات، أو ثغري الذي من رحم مرآك تولد بسمته، لساني الذي يتس سيرتك في كل حوار دون اكتفاء. رباه أضحيت تفيض في ومني، رباه أضحيت تفيض في ومني كشلال باسق أو ربع جمام، فكيف أنكرك؟ كيف أتجاوزك؟ كيف أنكرك؟ كيف أتجاوزك؟ قسما بمن أحلى القسم، من غيرك أغدو فتاة حطاما وبقايا إنسان. هذا الشعر يعد شعر عمليا جريء لطفلة، أو خلينا نقول لطالبة عم تشق طريقة بمجال الشعر. كيف تقبلوا اللي حواليك هذا الموضوع؟ هلق دائما الكاتب بيكون خياله واسع، بيقدر يعيش اي تجربه بدون ما يكون عايشه فعلا، بيقدر يتخيل التخيل. بيقدر التخيل المخيله الواسعه. ف من انه هاي القصائد تقريبا كلها الواحد هلا بهالعمر كثير بيتجه للغزل، خصوصا انه الشعراء اللي بنقرا انه الكتاب كلهم اغلبيتهم يعني غزل وهيك، فمن هاي القصص كله بيتقبل عادي يعني. احلى الكتابات كتابات الغزليه، كتابات الحب كمان. يعطيك الف عافيه رغد. هلا بدنا نحكي، كنا عم نسال عن تقبل الاهل ودور الاهل، بس هلا انت طالبه بكالوريا، كيف عم بتنسقي امورك ما بين الكتابه والشعر والدراسه اذا بدنا نقول؟ بس صراحة اضطريت ابعد شوي عن مجال كتابي منشان الدراسة، بس ما ابعد على الاخر. بنسق وقتي، كل شيء بتنظيم الوقت بيصير، بس اضطريت اجل رواية كنت عم اكتبها منشان البكالوريا لحتى اخلص بكالوريا بدي كفي فيها، وهلق بركز على شغل ارض الواقع اكثر من انه مثلا اول شيء كنت على مواقع التواصل الاجتماعي كثير انشر، وكان اغلب نشاطاتي بالنشر وعلى مواقع التواصل وهيك، كثير كان في معارف على مواقع التواصل وهيك وواسع يعني. فهلق لا، انه شوي اضطريت ابعد عن السوشيال ميديا واتجه ركز على شغل ارض الواقع، بس من ما خلصت بكالوريا برجع مع الروايه على ارض الواقع وعلى السوشيال ميديا. كثير حلو كمان هيدا التواصل مع الجمهور، يمكن بحاجه لوقت مثل ما ذكرتي كتير. دائما إذا كان في نقد بناء نكون دائما يعني نصلح بالقصص اللي ممكن تكون عم بتصير. جمهورك كيف يقيم شعرك؟ كثير بجنن جمهوري بصراحة. اللي لاقيته على مواقع التواصل الاجتماعي من جمهور ومن قراء ومن ناس أكاديميين كثير تعرفت عليهم عن طريق مواقع التواصل، هو اللي خلاني أكثر شيء إني كفي بهذا المجال. دكتورة آسيا يوسف، دكتورة بقسم الدراسات النقدية، لها فضل كثير كبير إني أنا هلق هون، بتصلح لي وبت يعني بتشوف وراي دائما، ما باخذ رأيها بأي شيء بكتبه. فقراء وال جمهور مثل ما انك عم تحكي حضرتك انه اكثر شيء له دور هلق، بس في ناس بتحاول تحبطك سلبيات كذا. صحيح. انا برايي النقد البناء، الواحد ياخذ النقد البناء بس، لان الراي السلبي ما رح ياثر. رغد قليلنا اذا شفتي شيء تعليق هيك سلبي، طبعا هذا الحديث كنا عم نحكي من شوي عن التنمر مثلا. وانت عم تحكي بالفعل احيانا كثير بننشر حتى لو صوره بغض النظر عن الشعر، كثير بنشوف تعليقات سلبيه، انت كيف تتعاملي مع التعليقات السلبيه؟ وحضرتك انه قصتك طفله هيك صغيره ممكن ياثر فيها اي كلمه يعني. عادي بلطف يعني ببين اني لو انجرحت من جوا ممكن خلص انه بين بتقبل هذا الشيء يعني. كل شخص له رايه، وكل شخص ممكن انا اكتب شيء ما يعجب حدا بس يعجب 10. انا خلص بشوف العشرة وما بشوف الشخص بيعجبه او بتقبله يعني. خلص ممكن انه بتقبل الناس ازواق، والقراء بالذات ازواق، القراء كثير ازواق. صحيح. إيه. بالفعل اللي بيعجبني بروز ما يعجب فاتن، بروز ما يعجبك وبالعكس. تمام كثير حلو. هلا بفتره البكالوريا بيكون في ضغط، وبالحياه بشكل عام في ضغوط. الكتابه ممكن تكون وسيله لإلك لتعبري عن هذه الضغوط او لتفرغي عن حالك؟ طبعا انا شخصيا ما فيني امضي يوم بدون ما اكتب اي شيء، مو شرط يكون بنفس المستوى اللي بكتب فيه على طول، وبس الكتابه هيك بحسها انا ضروره يعني، حاجه دائما بقول عنها حاجه اكثر من انها هوايه او موهبه. بالفعل حاجه، الواحد لما بيكتب كثير بفرغ طاقه
يعني خلص بتحسي حالك كأنك حكيتي لحدا كل شيء لما بتحكي لهاي الورقة، خلص حكيتي حكي الورق بالكتاب. حكي الورق بالكتاب. انه منيح انه انت فينك تعبري عن المشاعر اللي جواكي بكلمات، سواء هاي شوي بدها ممارسة وقراءة، وقراءة من القراءة. قراءة يعني مثلا احيانا كثير انا بفكر بافكار بس انا ما فيني اعبر عنها، فهي عم تقول قراءة. قراءة وممارسة. ايه اكيد ممارسة كمان، شوية موهبة صغيرة. طيب تعال نحكي عن الموهبة، وين بتشوفي حالك بعد 10 سنين؟ بشوف حالي على الاغلب بكون كاتبه روايتين باذن الله. هلا بكون خلصت الروايه بعد البكالوريا، وبطمح اني بلش بروايه جديده، وبشوف حالي قريبه كثير للناس وعلى نطاق اوسع بنصوص قريبه لقلب القارئ، خواطر، اقتباسات قصيره كثير بحب اكتب. وبشوف كمان ان شاء الله بكون خلصت هيك الفرع اللي بحبه وبكون عم اشتغل فيه، وهو الإعلام، فبحب أدمج بين الفرق الإعلام والكتابة. هيدا طموحي، بحب أدمج بيناتهم ونكون معروفة على أني عم وفق بين الاثنين، وكون معروفة بالاثنين اسم مميز بإذن الله وممارستي عليه على هالشيء. نتمنى لك التوفيق بكل شيء حابة تعمليه. ذكرتي شكرا. رواية مرأة، كلمة رواية ما رح نخليها تمر هيك مرور الكرام. صحيح. نحكي عن هيدا الرواية، كيف خطرت لك الفكرة؟ يعني الكاتب عم بيكون في إله عمر، وقت عم ببلش بموضوع الرواية عم بيوقف شوي يصفن بعدين ياخذ القرار. أنت كيف بلشت معك فكرة الرواية وهلأ بلشتي فيها؟ قطعتي شوط منيح فيها؟ قطعت شوط منيح كتير فيها. نحكي عنها. روايتي اسمها أمل النجاة، هلأ اسمها بتركوا سر للقارئ. هي رواية بتحكي عن الشخص بشكل عام وأبطال هالرواية بشكل خاص، المرحلة العمرية هي اللي عم نمرق فيها، كتير تجارب ومشاعر وأحاسيس عم حاول إجمع بهاي الرواية، أنه بس يبين من وجهة نظر ذاتية موضوعية، انه يعني يكون قيسة من كل الجهات مثل ما بيقولوا، اخذها من كل الجهات هاي التجارب اللي عم تصير والاحاسيس اللي عم نمرق فيها والتجارب، نحاول نجسدها على ورق. هلق هي روايه كثير عاطفيه وبنفس الوقت اجتماعيه، فيها كثير معلومات ثقافيه كمان قيمه. فهيك انا لاني بكتب كثير ولانه يعني كل يوم لازم اكتب لازم اكتب، حسيت حالي قادرة أني أبدأ برواية، أني أنا عم أكتب على طول وعندي هاد المخزون، لو أني لسه بحاجة بس بين ما خلص سنة كاملة وبالقراءة المستمرة مثل ماني عم هلق عم حاول ومثل ماني دائما بقرأ، وهيك قادرة أني شكل رواية تكون لها صدى واسع وتكون لها هيك وزنة. يعني إن شاء الله هي إرادة أنك تقرري تكتبي رواية وأنت لسه عمرك 18 سنة، يعني بدها إرادة، بدها خطوة أولى. أكيد بدها خطوة أولى. والأهل كانوا داعمين لإلك بهذه الخطوة؟ كتير. الرواية هي أكثر شيء يعني كان دعم خصوصي، أني قريت أهلي كذا مرة منها مقتطفات قصيرة، رفاقي كذا قالوا لي رغد تكفي، أنه رغد لازم تكفي بهاي الرواية كتير رح تطلع شيء حلو هيك، وأنا بسبب تشجيعهم رح كفي كرمالهم، رح كفي وكرمالي كمان. بعد البكالوريا أكيد اللي هي علمي، احنا ما دخلنا بالمجال الادبي وكفينا خلينا نقول بمجال موهبتنا، ليش اخترتي العلمي؟ ليش تركتي المجال الادبي وكونك بتحبي لهالدرجه الشعر والشعراء ومجال الكتابه، ليش ما اتجهتي للادب العربي مثلا؟ هلق كطموح بلاقي حالي بالعلمي اكثر مثلا، والمواد رياضيات فيزياء كيمياء، بحس كمان المجال العلمي لقدام له مستقبل اكثر، يعني الفرع العلمي بحس انه فروعه اقوى او شهادته اقوى هلق. بس الادبي وهيك بضل هواي، شيء انا بحب يعني فرغ طاقه فيه مثل ما بدي، وشيء بحب كفي فيه بس بعيدا عن شهادتي، يعني بحب كمان نوع بيناتهم. رغد شكله انت عم تحكي شيء خاص، هو شهادته نفس الشهاده اكيد ونفس الاختصاصات، بس شكلك انت مياله للقسم العلمي اكثر من القسم الادبي. تماما تماما، لانه اكيد شهاده الفرع الادبي هي نفس شهاده الفرع العلمي ونفس الفروع، بس اكيد اكيد بضل الرغبه انه انت عندك موهبه بس ما بتحبي ما بتحبي انك تفوتي ادبي. العلمي شو اكثر شيء، اكثر ماده بتحسي انها هيك قريبه لقلبك يعني من المواد العلميه؟ كيمياء. كيمياء. حلو. بحب الكيمياء. حلو. ما ممكن تكفي باختصاص الكيمياء؟ وارد. لا بلا، حسب العلامات. العلامات. ممكن تتركي الاعلام وتتجهي باختصاص الكيمياء يعني؟ هلق انه الاهم شيء اول شيء بس شوف مجموعه، بطمح انه جمع مجموعه كثير عاليه، وبعدها ومن هون لسنه يعني يمكن الواحد يتغير، يمكن الواحد حسب شو بصير الظروف الحياه كل شيء، فاي موارد كفي بالكيمياء، بس اكيد اخر شيء رح ادرس الاعلام، يعني كيف ما كان رح ادرس الاعلام.
تمام. يمكن تفاجئنا رغد تدرس كذا في طب مثلا ما شاء الله يعني من 18 سنه فبلشنا بروايه ممكن نشوف ابداعات جديده ان شاء الله. ممكن تدرس رح نسمع شيء ثاني رغد؟ طب لا ما بحب ما في حب نسمع شيء ثاني رح اسمعكم شيء من الروايه تفضل. حلو قد نلتقي، قد تجمعنا صدفة جميلة أو ربما قدر، قد يجمعنا طريق طويل، وقت ضئيل ولا ألمح منك سوى القليل، في إحدى المطاعم، المقاهي أو معاذ الله إحدى المستشفيات، قد يجمعنا ازدحام بلادنا حبيبي ربما في إحدى الحافلات، قد تعرفني، قد لا تعرفني، وقد يجتاحني الحنين إليك، مهلا، مهلا. تلك لا تجوز فيها القد، حتما وطبعا سيجتاحني كل الحنين إليك، لكن قد يتلاصق كتفانا ولا يتلاقى كفانا، وقد يتقاطر دمعي من مقلتي أو ربما تثني شفتاي ابتسامة، قد نلتقي وقد يكون آخر لقاء، أو أنه للقاءات عديدة هذا اللقاء يكون علامة، قد نلتقي يا غائب الروح قد نلتقي، قد تجمعنا حديقة خلابة، مدينة ملاهي أرجوحة يتأرجح عليها طفلينا، عفوا أقصد طفلتي طفلك وليس طفلينا، لكنني مؤكدة التأكيد كله، لكنني مؤكدة التأكيد كله، ستكون حبيبي أبا رائع، ستكون أفضل أب أنت في أنحاء كوننا الواسع، وقد لا نجتمع، يجتمع طفلتي طفلك كما اجتمعنا، يعاد التاريخ ذاته تاريخنا، فدنيانا ليس فيها استحالة، في إحدى المدارس الحكومية ربما أو حتى عبر رسالة، لكن وإن التقينا أو لم نلتقي، صدقني سأعلم طفلتي يا مرهقي ألا تكون كأمها حنونة حد السذاجة، ألا تغويها، ألا تغريها بضعة كلمات لطيفة أو دباجة، أما أنت علم طفلك كل ما فيك، غذه حليب تفاصيلك وعاداتك منذ الصغر، عدا جبروت التخلي أرجوك، فجبروتك جعل منك بشريا صلدا كالحجر، هذا الزمان زماننا حبيبي، زماننا حبيبي لا يحتاج جيلا كالحجر، يحتاج جيلا حنونا، لكن لا حنان مغفل كحنان عاشقتك قدر، حنان بقليل من الرقة، القليل فقط من رقة وريقات الزهر. رغد نحن حتى بالرواية عم نشوف الاتجاه العاطفي. ايه؟ ما بتكتبي شيء ثاني بعيد عن العاطفة؟ شو النوع اللي بتكتبي؟ بكتب عن الكتابة كثير، عن هواية الكتابة، عن الكتابة. ايه بكتب عن الفقر، كتبت قصة عن الفقر مرة، وهي شوي خيالية وواقع بين الخيال والواقع، بس قصة طويلة لهيك ما كنت لقيتها. حتى فاتن إذا انتبهتي على الدفتر كله قلوب ورسومات رغد شفناها عاطفية تماما. عيب الرسم اللي كنت عم أحكي عنه. كمان عندك موهبة رسم. عم نشوف أنا عم شوف القلوب ما قلت لك بدها تفاجئنا؟ تفاجئنا أكيد إن شاء الله. ناطرينك بمقابلات تانية نشوف هيدي المواهب. تكوني خلصتي البكالوريا وشفنا الرواية يعني ختمتيها ووصلتي فيها للمحل بتحبي تشوفي حالك فيه. رغد نتمنى لك كل التوفيق بكل شيء عم تعملي. شكرا لك ولوجودك معنا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك رغد. فيكم اكيد نتمنى لك التوفيق سواء على الصعيد العلمي سواء على صعيد الروايه والشعر. شكرا، يعطيكي الف عافيه. الله يعافيك.